بلد السنة هذه كانت واحد شوية في الأواخر ديالها خرج واحد القرار اللي هو قرار فهمتي كنشوفوه حنا قرار خاطئ وبزاف اللي هو ديك 150 درهم اللي داروا الملاعب القرب. كنشوفوا هذا القرار هذا قرار صعيب بالنسبة للشباب الرياضيين بالمدينة ديالنا كادير والناس اللي كيلعبوا كرة القدم. واش تخلصوا عاد تلعبوا ولا شنو؟ ماشي كيخلصوا دابا راه خرجوا واحد القرار خصك دابا إلا بديت تلعب ماتش فهاد السنتيديكات اللي داروا في ملاعب القرب راه كل حي راه دايرين فيه جوج ثلاثة فكادير خصك تبقى تشجال وتشد النهار وتشد هادي هادشي كان ولكن كان قريب دابا خصك تمشي لواحد الحي اللي هو سيدي يوسف عاد حاد تسجل تما وتسنى وهادي وخص يكون عندك تما معارف وعاد تخلص داك الثمن اللي هو ديال 150 درهم. حنا راه الاغلبيه ديال الشباب ديال اكادير راه عرفتيهم كيدير الحاله الماديه راه صعيبه والمتنفس الوحيد هو دوك الملاعب. كنعرفوا حنا كنلعبوا كرات الصباح عشيه كنتنفسوا كره القدم كتخوي دوك المشاكل اللي عندك واش فهمتي. هو هذا القرار هذا اللي جا صعيب وصعيب بزاف على السكينه ديال اكادير وشكرا هادشي باغي نوصل. زين دوز المعاناه في اكادير كطالب جامعي في كليه القانون والحقوق ابن الزهر المتمن ديالي في 24 يديروا للشباب تعدد فيني يخدم الشباب وفيني ينمي راسو وخاص مركزوا على الشباب حيت الشباب هو اللي غينمي نوم هاد البلاد وكنتمنى كل شيء يدوز بخير وعلى خير في 2024 ان شاء الله. بالنسبه كاينين المعاناه في الترونسبور مثلا كيكون ايامات الامتحانات كيكون الاكتضاض في الطلبه كيكون عندهم الاكتضاضات كيخاصنا وعدم التوفير ديال السكن والحي الجامعي دابا الحي الجامعي ما كافيش الطلبه كاملين. ما كنقولوا القسم العمر ديالنا عام كنقلبوا اننا نديروا شي حاجه واملنا ديما معلق بالله. وكنوجه واحد الرساله للناس اللي كيقول لك زعما غادي يخرجوا من هذه البلاد هذه انهم يشوفوا ويقلبوا راه كاين ما يدار ماشي ما كاينش ما يدار كما كيقولوا الاغلبيه ديال الناس. هذا راي ويحترم كما كنقولوا راي ويحترم. كاينين بزاف ديال الناس كيشوفوا ان هي الغربه كما كيقولوا الغربه هي الملجا الوحيد ولا المعبر الوحيد باش انهم يصوفي كما كنقولوا يحسنوا من الوضعيه ديالهم. 23 فهي كانت كما قلت لك داس شويه صعيبه علينا وداس من الناحيه ديال الناحيه الماديه ومن الناحيه من جميع النواحي كاين ازمات دازت عندنا من الناحيه الماديه يعني غلاء الاسعار كما كنقولوا يعني المواطن المغربي بالاحرى انه كلا الدق كما كنقولوا العربيه تعربت. المواطن المغربي خصهم ينقصوا من غلاء الاسعار كما كنشوفوا الغازوال غالي كما كنشوفوا ان المواد الاساسيه غاليه اللي منها المواد الاساسيه من الزيت اتاي السكر يعني المواد الاساسيه راه باينين. كنتمناو ان الحكومه هذه اللي شاده الولايه ديالها هاد 5 سنين انها تراعي المواطن وتشوف ان تخفض من هذا غلاء الاسعار تشوف لان المواطن راه واكل الدق. هاد السنه دازت زوينه الصراحه حد الله جميع المتمنيات ديالها وكاملين الحمد لله وصل شفنا شحال من حاجه زوينه ومازال الخير ان شاء الله لقدام. واللي كنتمناو في 2024 هو المنتخب المغربي ان شاء الله ياخذ كاس افريقيا لا فاس ما كاين لا خدمه لا حاجه الصراحه حد الله يشوفوا المسؤولين من داك المدينه وصراحة الله حنا راه كنسافروا باش نخدموا في مدن واحد اخر وكي كنعاودوا فاس حكم العالم. ما كاين لا خدمه لا والو هنا ما تشارك لعاب وحده ما كاين لا خدمه لا والو المدينة تخرج تخرج بيت تقلب تخرج تخرج بيت تقلب على راسك فهمتي. العزاوة قداو علينا حنا تارجلي العزاوة والله إلا قداو علينا تخرجوا للفيرما حنا تارجلي ولكن الرجال فهمتي نجيبهم ونقولش لامي اعطيني ولا نقول انا نعطي لامي ماشي امي تعطيني امي راه مريضه بوفري الله يشافيها ودي كاينه اخويا المعيشه غلات نكذب عليك في هذا العام هذا بعدا هذا شفنا فيه الاخر اخويا والله اخويا لا شفنا فيه الاخر بالرب واه محساك العام الجاي قال لك راه كيتوقعوا شي حوايج لا اله الا الله شي فيروس الدراسه بها تحبس لا اله الا الله اخويا انت كيقول لك في 2024 الدراسه غادي تحبس في العالم كامل وما عمرها غادي تعتينا من نهار تزادينا كنا خاسرين بجوج لزيرو بينا نجيبوا التعادل والرباح صعيب علينا وداوي اخويا اقسم بالله الى الامنيه ديالي الوحيده وهي نصيفط الوالده الله عمره ان شاء الله يا ربي كما كتسمعني يا ربي والله الا هذه هي الامنيه والحمد لله واكلين شاربين بخير وعلى خير وديما مغرب تنموت. السلام عليكم.